يكون فيكم قلمات؟ نعم لا للعهدة الخامسة، إننا مع العهدة الأبدية، مع السعيد خويا والسيء ويحيى، نواصلوا الاستمرارية. يا شعب افتحوا عينيكم شوية، ما تشوفوش غير تركيا وماليزيا، ونسيتوا ليبيا وسوريا، نسيتوا اللي خرجكم العشرية ونساكم الميزيرية، وعطينا للمرأة الحرية، وبالعدل وزعنا عليكم السكنات الاجتماعية، وانتم هيا القبيل ياك عطينا لكم الأمازيغية، راهي رسمية ووطنية، راهم يقراوها في الابتدائية، ولا راكم تحوسوا على الشؤون الديمقراطية والاقتصادية؟ ما تشوفوش برك البلدان الأوروبية، رانا في إفريقيا، وهذيك الفئة الصغيرة اللي خرجت في مسيرات سلمية راهي أيادي داخلية، وبصح نسترجعوهم غير بشوية، نرجعوا المصالحة الوطنية، ونسمحوا للونساج، ونسمحوا المحبسية، ونمدوا المنح العسكرية. بالنسبة لكم يا الفلاحين، رانا جبنا لكم الأدوية من البلدان الآسيوية، وتتهناوا من الحمى القلاعية، وتهتموا بالشؤون الزراعية، وهكذا ندخلوا في التنمية والاقتصادية، وخلونا نبرهنوا للبلدان الإفريقية أننا خرجنا من البلدان العالم الثالث، وما يشركنا غير الجغرافيا، ورانا نتنافسوا مع أمريكا وكوريا، وروسيا راهي معانا في اتفاقية تسمح للشباب ديالنا بالهجرة القانونية، ونحبسوا الهجرة الغير الشرعية. وفي الآخر نوجه ندائي لكل أحياء الشعبية، ما يزيدوش يجيو المرادية والأسباب الأمنية لتفادي الدموية. خلصت الرسالة، واش نقول دوكا؟ أنا طاب جناني ورشا عظمي، والمهمة والمسؤولية الكادر والشريطة، ادفنوني الشعب جرجرتوه، للهاوية ديتوه، والشيات وكلتوه، الصاحي رددوه، والحر شجنتوه، والإرهابي كرمتوه، والسياسة ولات لعبة زاير زاير ولات رعبة. تحية الجزائر، الله يرحمك يا شعبي، الله يرحمك يا شعبي.